فرح ممزوج بالحذر، فرح مدينة ببهجة أبنائها، وحذر من ميليشيا لا تزال متربصة بقذائفها. أيوة كذا، يعني نحن فرحانين بالعيد كذا، بس مع القذائف هذا يعني نخاف كذا شوية. قلعة القاهرة في أيام عيد الأضحى، ولأول مرة منذ سنوات تفتح أبوابها لأطفال المدينة ونسائها، لتصبح مزارا للنزهة بعد أن كانت مكانا للرعب، مسرحا للأغاني بعد أن ظلت مترسا للقنص والقتل. لقد دبت الحياة في هذه القلعة التاريخية على أمل أن تأتي اللحظة التي تتحرر فيها تعز بأكملها من الموت الحوثي والاغتيالات التي تمارسها الجماعات المسلحة. فعودة القلعة بالنسبة للمواطنين مثلت بداية لانتهاء العنف والإرهاب. افتتاح القلعة هي القضاء على الانقلاب، القضاء على الفساد، القضاء على الإرهاب. اليوم نحتفل. كانت تعز قد شهدت قبل عيد الأضحى قيام اللجنة الرئاسية بالإشراف على تسليم كتائب أبو العباس قلعة القاهرة إلى قوات أمنية، وأتى التسليم بعد مواجهات عنيفة بين الكتائب وقوات الجيش سقط فيها قتلى من الجنود وضحايا من المدنيين. ولدت قلعة القاهرة قبل 1000 عام، ومثلت نواة لميلاد تعز المدينة، وشهدت تطورا تاريخيا تعاقبت على حكمها دول عدة، لكنها تحولت مع احتلال ميليشيا الحوثي لها إلى ثكنة عسكرية لقتل المدنيين، وسرعان ما أضحت بعد تحريرها من الحوثي موقعا عسكريا لتمرد كتائب أبو العباس على الجيش. حاليا وبعد أن سقطت الكثير من الدماء لأجل عودتها لمنتزه مدني، هل ستفتح القلعة بداية جديدة لتعز المدنية والفن والثقافة؟